اهلا بيكم في حلقه جديده من خمسه لصحتك. سؤال كتير جدا بتساله في الصيدليه عن دواء او حقنه او ايا كان المسمى علشان ينزل الدوره الشهريه. الاشهر حقنه الزيت اللي هي اسمها لوتوفلون او فولون، هي دي الحقنه المشهوره جدا اللي ممكن اي ست تدخل اي صيدليه تطلبها حتى من العامل اللي موجود في الصيدليه ويديها لها، بغض النظر دلوقتي انها ناقصه في السوق، ولكن هي دي الحقنه الاشهر. طب هل ده صح؟ لا طبعا، لان ده هيحصل بسببه لخبطة في معاد الدورة الشهرية بعد كده. طب ايه الصح؟ بصراحة انا فكرت فيها كتير، يعني انا كدكتور فكرت في حل ما يكونش مضر لصحة الست وفي نفس الوقت يساعدها عشان تخلص. فقلت طب ما ندي دواء يساعد على سيولة الدم. يعني الفكرة دي بتاعت انا اللي فكرت فيها، ممكن يكون حد تاني قالها لكن فعلا دي فكرتي انا اللي جبتها لنفسي. يعني فكرت في الاسبوسيت اللي هي حبوب السيوله اللي بنستخدمها عشان خاطر السيوله، عشان مرضى الجلطات او مرضى الضغط العالي او ليها استخدامات كتير جدا، وبدات فعلا في تطبيقها من حوالي سنتين ونص. ست عندها تاخير في الدوره الشهريه، بقنعها انها تاخد شريط 6 حبات، تمضغ حبيتين كل يوم بعد الغداء لمده 3 ايام، وكانت المفاجاه ان النتائج كلها كانت مذهله. كل الستات اللي اخدتها تقريبا حصل لهم ان الدوره نزلت. فده معناه ان احنا اصلا بنستعجل جدا 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 في حقنه اللوتوفلون دي او حقنه الفولون دي. طب هل ما ينفعش نستخدمها؟ بنستخدم الحقنه دي لو وفرت في السوق، يعني في الماركت، بنستخدمها وقت لما الاسبوسيت ده يفشل. ولازم نفهم اصلا ان الطبيعي ان الدوره تتاخر 3 4 ايام عن ميعادها، حتى لما ببطل اقراص منع الحمل ايا كان المسمى بقى طبيعي انها تتاخر. يعني ايه الحل؟ انا دورتي اتاخرت، اروح الصيدليه اشتري علبه الاسبوسيت دي اللي ليها فوائد كتير جدا. علبه الاسبوسيت دي يا جماعه ممكن تنقذ واحد من الموت. يعني في دراسه قالت ان الست اللي فوق ال40 والراجل اللي فوق ال50 لازم ياخدوا الاسبوسيت ده بشكل يومي زيه زي الميه والاكل، لانه بيحميهم ويقيهم من الجلطات. كل مرضى ضغط الدم العالي، مرضى السكر، المرضى اللي عندهم نسبه الصفائح الدمويه عاليه في دمهم، او عندهم في مشكله في البروثرومبين تايم وقت التجلط، كل الناس دي الاسبوسيت بالنسبه لهم زي الاكل والشرب، لو بطلوه ده معناه جلد على طول. مين ما يستخدمش الاسبوسيت من الستات او الرجاله او الناس اللي عندهم نزيف؟ يعني ما ينفعش يبقى عندي جرح واروح اخد اسبوسيت. ما ينفعش مثلا الست يبقى لها دوره شهريه بشكل عالي جدا واخد اسبوسيت او اي مسكن ممكن يزود من مساله الدم والنزيف. على فكره حتى في وقت مثلا بالليل وانت في البيت والدوره اتاخرت، ممكن ما تنزليش الصيدليه، ممكن تستخدمي اي مسكن. صحيح الاسبوسيت هيكون افضل، ولكن احنا بنتكلم في اللي في البيت، اي مسكن هيأدي الغرض. فحقنه اللوتوفلون او الفلون ما اروح لهاش الا بعد ما اجرب الاسبوسيت بعد 2 3 يوم من ميعاد الدوره اللي نزلت فيه، وساعتها الاسبوسيت صدقوني هيجيب نتيجه. اشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله.